مع ازدهار النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين. واتجاه الشباب لمجال ريادة الأعمال. انطلق برنامج المهمة بهدف تأسيس رواد أعمال شباب. أكثر من 300 مشارك. يتنافسون اليوم لتحقيق مشروع أحلامهم. في الحلقات السابقة تقدم لبرنامج المهمة 300 مشارك، وتم اختيار 14 مشارك انقسموا إلى فريقين، الرواد والمبتكرون. بدأوا في تنفيذ مجموعة من المهام، وفي كل مهمة يغادر البرنامج شخص واحد من الفريق الخاسر. في الحلقة السابقة كانت مهمة الفريقين تقديم برامج تعليمية ورحلات دراسية لمجموعة من الأطفال. فاز فيها فريق المبتكرون وغادرتنا من الرواد أنفال. التقى الفريقين في جامعة البحرين عشان يتعرفون على المهمة. رحب فيكم شباب في مهمتكم الجديدة، بتكون تقديم خدمة النقل لطلاب والكادر التعليمي في جامعة البحرين. سيارة جولف لكل فريق راح تعطى تقدم، وراح تستخدمونها كأساس في تقديم مهمتكم في الجامعة. طبعا المهمة هي عبارة عن إدارة خدمات نقل أو خدمات لوجستية سواء للطلاب أو للكادر التعليمي في الجامعة. تقييمكم راح يكون يعتمد على مبيعاتكم لهذه الخدمة، وأيضا رضا الزبائن عن الخدمة اللي راح تقدمونها لهم. طبعا هناك بتكون في ميزانية لكم مبلغ 40 دينار لكل فريق تستخدمونها في يعني في هذه المهمة. أتمنى لكم التوفيق وتقدرون تبتدون مهمتكم وموفقين إن شاء الله. مهمة اليوم هي تقديم خدمة نقل للطلاب والكادر التعليمي في جامعة البحرين من خلال سيارة جولف لكل فريق وبميزانية قدرها 40 دينار. المرة اللي طافت تعاملنا مع طلبة مدرسة في صف الخامس، هالمرة قاعدين نتعامل مع طلبة جامعة. ما وحشتني الدراسة، بس وحشني المكان، يعني الأماكن اللي كنت قاعد فيها مع ربعي، خصوصا كنت في البزنس. وفي المقر بدأ كل فريق بقراءة قوانين المهمة. اختيار قائد للفريق لهذه المهمة. على الفريق تقديم خدمة للزبائن تتمحور حول سيارة الجولف. يمنع المشاركين بيع أي منتجات، ويجب أن تقتصر مبيعات الفريق على الخدمات المقدمة. يسمح بتقديم منتجات مجانية للزبائن. على الفريقين الالتزام برفق كل مردود مالي بالاستبانة التي تخص الزبون. فريق الرواد اعتمد طريقة جديدة لاختيار القائد. تابون بالقرعة؟ طريقة القرعة هي مو طريقة سليمة عشان نختار قائد الفريق، بس ممكن هي طريقة العادلة علشان نختار قائد الفريق. هذا يطلع اسمي بوف ولا لا ما صدق I vote for ولا
انت بس ما تبي تطلعني. لا ليش؟ انا اثق فيك ان انت يور اوكي وذ بينج ا تيم ليدر ولا لا؟ انا ما اتوقع طبعا في القرار راح يطلع اسمي، بس يوم طلع اسمي يعني احس انه انا عندي الامكانيه اني اقدر اعطي في هاي المهمه يمكن شوي اكثر من غيري عن طريق يعني المعارف اللي املكها في الجامعه. اما المبتكرون زين، اول شيء اختيار فريق لقائد هذه المهمه، يلا من يرشح نفسه؟ زين شوف انا عندي بقول لكم شو الخبره اللي عندي. انا كنت طالب جامعه البحرين وكنت موجود هناك. الله الله صراحه انا عندي خبره في الجامعه بشكل عام. فمن عنده بعد شيء ثانيه؟ تبي سلمان؟ اي سلمان اوكي. هل تضحون بروحكم وتخلون سلمان؟ ليش؟ ان شاء الله قاعد هنا. سلام حبيبي. سلام روح بس يلا. مسألة الاختيار القائد، احنا انا حاط كوت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. We are all leaders at the same time. سلمان يعني ما بيننا احنا، هو زبيده كان الوحيد المتخرج من الجامعه، وهو كان وايد حاب انه يمشي سياره في نفس الوقت يدلي كل المباني وكل الطرق من مبنى لمبنى. فحسنا اكثر واحد ممكن يعني يشرحنا ويفهمنا شلون نقدر نحرك هالمشن. فريق الرواد يقوم حالياً بتوزيع الأدوار. أول شيء قبل نبتدي شنو كل واحد أفكاره، أبي وأنا accountant وواحد بيسوي financial sheet. ما عندي مشكلة أكون accountant أيام على الأرصدة والفلوس. طلال accountant. بس the accounting decision، the final accounting decision يرجع على كنتي ولا يرجع؟ شوف أنا my way of leadership إنه أنا ما أخذ قرار بروحي، أنتوا كلكم مشتركين في نفس القرار. كلنا نتفق على شيء ونسوي اون فوتنج. اي دونت وان تو دو ات اون ماي اون اوكي، لان هاي يعني قرار يعني مصير فريقنا كامل. عرفت؟ فذس از ذا واي اي وان تو ديل وذ ات. انزين فاينانشال شيت بس من بيسويها؟ تسويها ها؟ تسوي فاينانشال شيت يعني شنو فاينانشال شيت؟ هو بيسلمك الفلوس مع الارصده. يو جاست رايت ذم داون. اي اوكي وات ايلس. اوكي زين فاينانشال بقعد معك ما على الفريق تقديم خدمة للزبائن تمحور حول سيارة الجولف. زين اعطونا افكاركم. يلا تمحوروا يا جماعه. اول شيء احمد، رحنا الجامعة، الساعة اللي كانت عندنا هناك في الجامعة بسيارة الجولف طبعا الشخص اللي مشاها كان سلمان. فانا اتوقع بدل ما احنا باكر نضيع من وقتنا وقت زيادة انه واحد يقعد يتعلم على السيارة، يكون سلمان مسؤول عن سياقة سيارة الجولف من الحين احسن. الراسلي اختبرناه في مهمة الكويتس الاتراكشن ماله زين، الاوتدور اتراكشن انه يسحب 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 فينا زين. فمن ناحيه التسحيب فمن ناحيه التسحيب انا راجحه هو الصراحه. زين شنو الحين عندكم الافكار اللي عشان نسويها حق سيارة الجولف؟ كل واحد يعطينا يلا. انا تكلمت مع واحد هناك ردي في الجامعه وعنده معارف كبيره، فهو قلت له شنو افكار ممكن تحس انه ممكن تمشي وتدفع له فلوس. راح قال لي تغسيل سيارات. فانا طنيت في بالي. في البدايه احنا اخذنا الجولف كار سياره الجولف وقعدنا في ترينين في الجامعه. رحنا سالنا الطالبين المتواجدين في الجامعه شنو المشاكل اللي تواجهكم في الجامعه. كثير منهم قالوا لنا ان السيارات موقفه بعيده واحنا لازم نمشي وايد درب كبير على ما نوصل هنا. قلنا لهم انزين فور اكزامبل انتوا وين محلكم؟ وين تروحون ومن وين تدشون؟ قالوا لنا احنا كلنا ندش من الهاي واي، ندش من الهاي واي دايركت ندش داخل. قلت لهم اوكي الحين انتوا وين يو بارك؟ وير دو يو ووك تو؟ وي جو نتمشى اول ذا واي تو ذا بزنس بليس اور تو وير ايفر. فيوم قلنا لهم فور اكزامبل اوكي اف وي دو بيسكلي لايك ا فالي فور يو، وي ترانسبورت يو، وي تيك يو اول ذا واي تو ذا لوكيشن okay of where basically the business place is because we're going to have a stand there. حلو. وهناك بيكون نفس الريسبشن مالنا. حلو. قلنا لهم basically when we'll do that we'll take your car key as well okay and we'll check your oil, we'll check your pressure مال يعني check let's basically a check up on the car. Car check up. شو بس ركزوا على الخدمه، شنو الخدمه اللي نقدر نسويها؟ شنو الباكج اللي نقدر نسويه؟ او شو الافكار ابيكم تحطون؟ هي صف المين حط اي حط شنو تقدر تسوي ومن ذلك من تفرح حق لاش. تعجبني عبد الرسول يا اخي انت. من الافكار اللي انا طبعا اقترحته، طبعا اهم شيء اللي يعني اللي كان موجود عندنا كان مساله الباركينج في الجامعه. انا كنت اتذكر لكن احنا في الجامعه ساعات ندور على باركات، الواحد يحصل باركات يما يكون في الصبح او يما يدور على الجامعه اذا تاخر، يدور على الجامعه يدوره
ويا الله يا الله يحصل على هالبورك الزين. زين بقول لكم شيء ما ادري عاد قولي قولي ما في شيء ما ادري وادري بس يعني شوي يمكن قولي فيها سيفتي السالفه يعني قولي 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 ان نخلي يعني الطالب هو نفسه يجرب انه يسوق ال واو نو واي لا صعب والله في فكره نسوي تدريب سياقه اعطيهم في قالوا لكم مسؤوليه عندكم شنو هو ايه اقرا مراعاه التزام بشروط الصحه والسلامه العامه اذا بنخيم يسوقون ما في احد في الجامعه ما يبي يجرب يسوقها بس السيفتي لازم تجيب كونز تجيب كونز احنا شلون موجودين سيفتي كونز واحنا موجودين كاورجنايزرز وواحد يقعد وياه في السياره ف اوكي ترى فكره حلوه ترى فكره حلوه ايه وترى تقدر تسوي لها مانج تقدر تسوي لها مانج بسهوله اوكي حلو شو اسميها كتبي تست درايف تست درايف تست درايف الله تست درايف تست درايف بعد كانت يعني هاي غير النقل تست درايف نفس الشيء ان هم يمشون السياره بنفسهم ان احنا نخليهم هم يقعدون في السياره هم يمشونها فاحنا نعلمهم شوي اساسياتها ونخليهم ياخذون فرع ويردون السياره نفسها. فريق الرواة كانت افكاره مختلفه بشكل كبير عن المبتكرون. زين قنبله الفكره هي ان احنا راح نوصل الكادر التعليمي من سياراتهم بموقف السيارات الى البوابه. الخدمه الثانيه اللي راح نقدمها بنفس الوقت هي ان احنا راح نسوي لهم خدمه فحص السيارات، راح نفحص سياراتهم الاطارات نشوف الهواء الضغط فيها. الحين حق الادوات اللي نحتاجها حق الباركينج نحتاج بس خيط ورقه A4 ورقه A4 بينكتب فيها الاسم ورقم طالب ورقم تلفونه زين حق الترانسبورتيشن ما بنحتاج ولا شيء حق الريفرنش حق الريفرشمنت بنحتاج السفن اب والسيرب وكابس اوسو وايس نو ايس باسر بيكون عندنا تو باكجز اول باكج بيكون بيشمل باركينج ترانسبورتيشن وتست درايف والباكج الثاني بيكون باركينج وترانسبورتيشن احنا الرادي عندنا تو باكجز يعني اذا الاول اللي فيه كل شيء دينارين الثاني كم دينار ونص الدقه والتايمينج عندنا شيء اعتقد بالنسبه لي وايد وايد مهم يعني اذا ضيعنا شوي في التايمينج هني بيكون مشكله لان انا متخوف منه بس من الجولف كارت 6 اورز اللي هو بيكون ساعة العمل مالتها وهنا الشيء هاي يوترني شوي التست درايف دينارين يعني لو الترانسبورتيشن صارت 5 ربيات زياده في تست درايف دينارين 3 دينار ليش ونص تسوون 3 دينار اي 3 دينار الشيء اللي مخرعني في هالمسان ان الناس ما احنا متعودين ان الوقت وايد ضيق انزين و يعني ما نعرف شنو النص في نهايه اللي مسجل هل يتبي او لا يعني هاي اللي احنا درسناه بس كل شيء بيبين باكر فان شاء الله كل شيء يمشي بالطريقه اللي احنا متخيلينها. توجه الفريقين لجامعة البحرين عشان يبتدون المهمة. اعتمد المبتكرون الفخامة واللبس الرسمي في الترويج للخدمة. كبداية لأني أول سيارة الجولف أنا أخذهم خط طلبة وأشوف يعني أشتغل معهم تشيتشات في معهم جو وأسولف معهم فأخذهم من طبعاً محل سيارات للمبنى اللي يبونه. أما الرواد فكان أسلوبهم لجذب الزباين مختلف. في واحدة توم طلع سيارتها من السيرفس صار لها أسبوع. حلو. شيكنا سيارتها كان البتري ليك أسيد إنسان وكان الباور البريك فلويد مالها ناقص. فهاي بكره بتروح الوكاله وبتشيك وياهم شو بدوها فل فلوط يعني ذير يعني ات شود بي ات ليست ذير اوكي حتى هاي المفروض اي مفروض والله صراحه لان ايفن ذس از دينجرس ذس از اول اسيد انتم ميكانيكيه والله انتم بس طلاب مجرد لا احنا مو طلاب احنا متخرجين ترى احنا نشتغل كل واحد بس اليوم ماخذين اجازه بس مو ميكانيكيه لا 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 احنا كان موجود فيه مضمونه الاطار الضغط الاطارات وايل الجير ايل الماكينه كان في بعد الفلتر مال الهواء وبعد بعض الاشياء الاخرى. بدا احمد بترويج خدمات المبتكرون على طلاب الجامعه.
كنت واحد من المسؤولين اللي في الباركات يا عبد الرسول وزبيدة، بحيث ان احنا كنا نوقف في الباركات من الصبح نشوف الطلبة اللي بيدشون، نعرض عليهم خدمة الباليه باركينج اللي كنا عارضينها، بحيث ان احنا نوقف الكاستمر نخبره عن الخدمة بشكل ما يخليه يتأخر يسوي زحمة وراه، بشكل مختصر يعني حلو. في نفس الوقت ناخذ بطايق صغار نمليها ونخلي الكاستمر يتوكل مع سلمان عشان يواصل الصف، احنا ناخذ سيارة نبركنها ونرجع وندور نصانين. حصلنا اقبال حلو، ولكن يعني مبدئيا لانه هو اول يوم بزنس المفروض انه شيء جديد عليهم، ما كان يعني اقبال اللي كنت انا اتوقعه. خدمات فريق الرواد متواصلة بين فحص السيارات وتوصيل الزباين. طلال لخبط بمفاتيح السيارات. زين هذه مال شنو هذه؟ اما نادر فلخبطته كانت من نوع ثاني. من المبتكرون كان سلمان يسلي الزباين بسوالفه ونقاشاته طول الرحلة. والله من ناحية تفاعل الطلبة مع الباركينج، طبعا الباركينج أساسا ما كان سيرفيس، كان زيادة. السيرفيس نفسه كان ان احنا نوصلهم من البارك ليل المبنى اللي هم يبونه. الفالي وايد عجبتني الفكرة، كان في وايد ناس يعني يوونا وقالوا لنا ان هاي الشيء مفروض يصير على مثلا خلينا نقول اوفر شهري حق الجامعة، ان الطلبة تي مثلا اللي حاب انه يحصل الفالي انه يدفع شهريا ويروح مثلا حق هالبوابة وفي احد يبارك له سيارة كل يوم حق مدة شهر. عقب يعني كل توصيل كنا نسويه، فكنت اتأكد ان شخص دفع المبلغ ومل الاستمارة وأخذ الفيدباك من عندنا شلون نطور من توصيلنا. كان تركيز فريق الرواد على الكادر التعليمي. فرحنا توجهنا أنا وريم حق الكادر التعليمي، ولحد ما وصلنا لرئيس جامعة البحرين اللي يعني تفضل مشكور ما قصر ويانا. فاحنا يوم شفنا هذا الشيء وشفنا انه يكلف وايد يعني وقت لنا علشان ننقل الطالب من سيارته ونسوي تشيك اب ويعطينا في النهايه نص دينار او دينار مقارنه الى 10 دينار او 20 دينار كنا نلقاها من المدرس، قررنا ان احنا شوي نغير الخطه وبدل ما نقعد نفحص السياره نوصلهم. على الساعه 11 انتقلنا حق الساحه، الساحه الرومانيه، و بدينا تست درايفنج. من ناحية التست درايف هو كان الإقبال اللي أنا كنت أبغى أشوفه في البداية صراحة، ولكن الحمد لله
الإقبال على التست درايف كان وايد حلو. التست درايف صار فيها تقبل مو طبيعي. طبعا كانوا وايد مستانسين على فكرة التست درايف، وكل من يعني عقب ما يمشي يقول والله يعني نبي بعد مرة، يعني في أكثر من شخص نينا قالنا أوكي بعد أبي بعد راوند ثاني. الأسعار كانت عادية، ما بقول لك لا عالية ولا كانت قليلة. في ناس كانت تحس إن كل مبلغ شوي غالي، بس عقب ما راحوا وردوا كنا نفكر في الموضوع يردون لنا، كانوا يعني يدفعون، وإحنا الحمد لله يعني نوعا ما وقفنا كلش أتول، يعني على طول كان عندنا كيو وكان عندنا شخص بيدش عقب الشخص اللي بعده. بعض الطلبة كانوا يجون عندنا عساس كانوا يبون نوصلهم لمباني أبعد، مباني لاي تي أو مثلاً يبين نوصله سيارته، وبعضهم حاب إنه تكون خدمة ترفيهية، مجرد يبي يجرب إنه يركب سيارة الجولف وهي مشكلة ويبي يصور داخلها، وإحنا نأخذهم فرع ونردهم يعني. وصلنا اليوم غبارة وحار، وإحنا لابسين بدلات وسلمان طقته الشمس على الساعة 11 ونص في الروس ما قدر يوقف. حمد ساعة واحدة بعد كذي جايم. زبيدة كانت شغالة ما شاء الله عليه طول الوقت وياي. أنا وزبيدة عبد الرسول أرادة ماخذين شغلات البركات مجال لأن نروح نحن ما بيفتر روسنا. من بعد كل التعب اللي مر فيه الفريقين، من اللي بيفوز؟ المبتكرون أو الرواد؟ مرحب فيكم شباب اليوم في قاعة التحكيم الخاصة ببرنامج المهمة. طبعا المهمة السادسة كانت قريبة من المهمة السابقة، وهي في يعني تخدم نفس القطاع اللي هو القطاع التعليمي، لكن الفرق أنه يعني كانت هي خدمة توصيل في جامعة البحرين. الفريقين كان عندهم سيارة جولف، كان عندكم المجال أن أنتم تبدعون في الخدمات اللي ممكن تقدمونها لسواء الكادر أو الطلبة الموجودين في الجامعة. طبعاً قبل أن نناقش تفاصيل مهمة، مثل ما تعرفون كانت المعايير تقييم أدائكم هي عملية الأرباح اللي حققتوها من الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى مدى رضا الزبون للخدمة اللي قدمتوها له. طبعا انا مهم ان احنا نسمع ايضا رايكم عن المهمه قبل ان ندخل في تفاصيل اكثر. فولاء من فريق الرواد وبعدها سلمان من المبتكرون، تفضل. في البدايه احنا كان الهدف من هاي المهمه ان نحقق اكثر ربح ممكن، وبعد في نفس الوقت ان احنا نحصل على رضا الزباين. فاحنا حبينا نخدم الفئتين اللي موجوده في جامعه البحرين، فئة الكادر التعليمي وفئة الطلاب. فإحنا الكادر التعليمي ما رح نوصل لهم في الكلاسات أو هاي، فإحنا اخترنا يعني حبينا نطبق نظام إدارة الوقت، مهارات إدارة الوقت، فقسمنا وقتنا إلى وقتين. الوقت الأول حبينا نخدم فيه الكادر التعليمي، ووقفنا طبعا في البيسمنت وعرضنا عليهم خدمة التوصيل مع فكرة فحص السيارة مجانا اللي قاموا فيها الميكانيكيين يعني أو الشباب اللي موجودين، وخدنا مهاراتهم اللي موجودة على أساس ترد علينا بمنفعة مالية. وقمنا أنا وريم بحملة ترويجية في المكاتب، من ضمنها مكتب رئيس الجامعة اللي استقبلنا حتى يعني بدون موعد، وبالعكس شجعنا على هاي الموضوع. بعدين انتقلنا إلى الطلبة، وتحت ثيم التاكسي احنا حبينا ان يعني نوفر لهم سيرفيس التوصيل بطريقه حلوه، وزينا الجولف كارت باللون الاصفر على حسب الثيم اللي احنا استخدمناه، ووصلناهم بالمبالغ على حسب ميزانيتهم. يعني ما حبينا نفرض عليهم مبلغ معين لان هم في النهايه طلبه وما يقدرون يدفعون يعني مبلغ فيكست او مبلغ ثابت.
في أحد عنده ملاحظة من الفريق يحب يضيفها؟ شيء واحد من ناحية البرايسينج مالنا، إحنا كان عندنا مينيمم تشارج نأخذه على الزباين، وكنا نفتح لهم المجال. يعني هم في بعض من الزباين خصوصا من الكادر التعليمي ادفعوا أضعاف أضعاف الأضعاف المينيمم تشارج مالنا، إحنا قلنا لهم دينارين مينيمم تشارج. نسمع سلمان من المبتكرون. نعم، كبداية احنا فكرنا كيف احنا نقدر نخدم الطلبة بطريقة افضل، يعني من ناحية كلوجستيك. احنا فرحنا نسأل الطلبة يعني شنو هي المشاكل اللي انتم كانت عندكم اياها عشان نقدر نحلها لكم. وايد طبعا سمعنا مشاكل الطلبة واقتراحاتهم، وهاي انه قالوا يعني الباركات بعيدة، فاحنا نمشي في الحار وذي فتعب، وحتى ساعات احنا ندور عن باركات ما نحصل. فاحنا قلنا ليش احنا ما نسوي لهم هالخدمة، ان احنا طبعا ناخذ سيايرهم يعني نبرزها لهم، يعني نخليها بارزه نبرده، بس يعني وقت ما يروح يعني يستلمها دايركت، وفي نفس الوقت يعني يوصلهم للجمعه اي مكان يبونه. وهذا دائما كنا نقول فتره التخطيط اللي هي اهم فتره، وها كلامك اللي تقوله ان يعني مساله وضع الخطه اللي تناسب المهمه والخدمات اللي انتم ناويين توفرونها كان جدا مهم على اساس تتوصلون الى افضل خدمه الطلبه كانوا محتاجينها، ومثل ما قلت لها خدمه التوصيل من المواقف الى الصفوف. ممتاز. احد عنده ملاحظه من الفريق؟ طبعا هو يعني الفكره صارت على اساس ان زبيده وسلمان اثنينهم كانوا دارسين مساله الوقت، وقالوا لنا يعني ان في يوم الاثنين، لان جدول جامعه بحرين قسم الى قسمين، اما الاحد الثلاثاء الخميس اما الاربعاء والاثنين، فاحنا كنا هناك موجودين يوم الاثنين، عدد طلبه اقل يكون، وسوينا دراسه وقت واكتشفنا ان من 11 ل 1 يكون وقت بريك، يكونون طلبه مو موجودين فيه. على هالاساس اختارينا ان هالوقت هو بيكون موعد تبديل السيرفيس مالنا من الباركوت لتست درايف. وجود سلمان وزبيده في الجامعه كطلبه سابقين اكيد فادكم في عمليه معرفة الوقت، معرفة المكان، معرفة حتى الأشخاص المعنيين اللي كنا محتاجين نكلمهم بخصوص سيارة الجولف. طبعا سلمان قال لنا مين نكلم بالضبط، والرسول طلع رقمه وكلمناه. طبعا يعني أنا اللي لاحظت أن الفريقين اختاروا ثيمين مختلفين. الفريقين كانت أخطائهم جدا بسيطة في هذه المهمة، فريقين يعني قدموا يمكن هذه من أفضل المهام قربا من ناحية الأداء، فنهنيكم. طبعا ذكرنا الخدمات اللي قدمتوها، يمكن انتم متقاربين في الخدمات، اللي فرق ان انتم قدمتوا خدمة الفحص للسيارة، انتم قدمتوا خدمة يعني تست درايف للسيارات الجولف للطلبة. يمكن اللي فرق في هذه المهمة يمكن نعطيكم بعض الاحصائيات، اللي هي عدد الزبائن اللي خدمتوهم. انتوا استخدمتوا ثيم معين، استراتيجية معينة، خدمتوا 28 زبون لك عدد، بينما المبتكرون ثيم مختلف وخدمتوا 58 زبون، فها كان في فرق في عدد الزبائن اللي هي مستهدفة. طبعا يمكن انتوا استخدمتوا ايضا اساليب تسويق، يمكن عددكم انتم ازيد شخص، يمكن هذه فادكم في ان تكونوا متواجدين في قاعه الطلبه، وان توزيع الفلايرز والبروشورز يمكن فادكم في هالناحيه، يعني بحيث ان انتم يكون الطلبه على علم خدماتكم اللي تقدمونها اكثر من فريق الرواد، وهذه يمكن يعني ميزه اضافيه. لكن تبقى عمليات الأرباح اللي هي طبعا تبين الفريق اللي هو استطاع أنه يتفوق على الفريق الثاني، وهذه اللي يعني ساهم أن فريق يتفوق على الفريق الآخر. طبعا رضا الزبائن أكيد إحنا قلنا كمعيار، ورضا الزبون دائما يكون هو مدى إقباله ومدى أيضا حتى قبوله للسعر المستهدف. يعني لما الزبون يكون راضي ممكن هو يدفع لك المبلغ اللي انت ترى مناسب للخدمة وهو راضي، ويمكن يتكرر
على الخدمة مرة ومرتين مثل ما ذكرتم. فالفريق اللي فاز في هالمهمة فريق الرواد. اللي صار أن فريق الرواد عمل صافي ربح 124 دينار، فريق المبتكرون عمل صافي ربح تقريبا 78 دينار. فنهنيكم، نهني الفريقين، قدمتوا مهمة ممتازة فنهنيكم. طبعا أنتم في المنطقة الآمنة الآن أو في هالمهمة، مبروكين، وتسمحون لنا أنها نتكلم مع المبتكرون على حدا. شكرا. طبعا مثل ما تعرف يعني مثل دائما اقول نتعلم من المواقف هذه اكثر من لما يكون الفريق فايز. ليش؟ لان هني تكون فرصاتكم تفكرون في بعض النواقص اللي يمكن ما تلتفتون لها لما الفريق يفوز. فالحين انا بترك لكم المجال كل واحد يتكلم وجهه نظره شو اللي صار على اساس نستفيد منها في المرات القادمه. فنبتدي بسلمان. والله أقول يعني طريقي يعني اشتغل بكل كفاءة. بس شو اللي خلى يعني شنو القصور يعني ليش ما تفوقتوا عليهم في المبيعات؟ يعني ممكن بس من ناحية الفكرة يعني صح يعني فكرتهم صراحة شيء ما توقعته يعني اللي هو خدمة الفحص. يعني خدمة الفحص يعني راحوا حق طبعا إحنا فكرنا إحنا لأن إحنا فكرنا بخدمة الطالب أولاً. نعم. انا فكرتي قلت نخدم الطالب اولا. فيمكن هاي نغطى علي انه ما يعني ما اشوف الطبقه الاعلى، طبقه المدرسين الدكاتره، يعني لاني انا دائما افكر شعور يعني طلبه. صح. يعني وايد احب اركز واكون يعني انا كنت طالب ما كنت في مرحله من المراحل. صح. فكنت اشوف المشاكل اللي احنا نعانيها طول الوقت. توقعت انه ما يحتاجون كادر تعليمي، ما يحتاجون ان الكادر التعليمي اصلا عندهم بركات مضلله، عندهم 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 ماركات خاصه حتى داخل يعني داخل الجامعه، عندهم طوابق ومظللين. بس يعني طلبه بعضهم تدري شلون بعاد، بعضهم ما في مظلات، تعرف يدش سيارته حاره ضوء. نعم. فانت تظن ان الخدمات اللي قدمتوها كان ممكن تضيفون عليها الخدمه تناسب الكادر. نعم. الكادر. حمد ايش رايك؟ انا وافق له يعني على هالمسن، وفي نهايه اليوم احنا قاعدين نحاول نجمع مثلا المبلغ الاكبر. صح ان اللي هم سووا يمكن اصح من اللي احنا سويناه. انا كنت ماسك السيرفي، ف يعني بصراحه احنا انا ارتحت يعني من هالمشن، استانست ان في وايد ناس كانوا مستانسين بالخدمات اللي احنا كنا نوفرها لهم. فيعني احس ان احنا قدرنا يمكن نوصل مسج او قدرنا نسوي شيء حق الجامعه. احمد تارجت ماركت مالهم كان اقوى. تارجت ماركت مالهم يعني هالمره صدق اثبتوا جدارتهم، من ناحيه فريقنا حاولنا يعني. زبيدة هو أكيد يعني نحن حاطين في بالنا إنه أوكي أنتوا لازم كنتوا تخدمون الطلبة، فإحنا حطينا في بالنا بس أوكي الطلبة، فما يعني فكرنا إنه ممكن إن إحنا نخدم مع الأساتذة والدكاترة موجودين أو إن أي شخص موجود في الجامعة. فمن كذي إحنا ركزنا اللي هو على مشاكل الطلبة يعني بس لا غير يعني. صحيح. طبعا النقاط كلها ذكرت هي الصحيحة، هي أن لازم كنت تطالع الكادر يعني. طبعا الحين أني حق الفترة اللي هي أو الفقرة الأصعب عليكم كلكم طبعا، اللي هو كل واحد يختار اثنين اللي هو يعتبرهم أقل أداء في الفريق. فجدامكم موجود لستة قائمة بالأسماء، كل واحد يختار شخصين. اللحظة الأصعب على المشاركين كالعادة هي لحظة التصويت. والرواد يحتفلون بالفوز.
انتوا اكثر ناس تقدرون تقيمون، يعني كل واحد يقدر يقيم العضو اللي معاه لان انتوا شفتوا الاداء من البدايه للنهايه وشفتوا النتيجه. ف بناء على تقييمكم انتوا نطلب من حمد واحمد وزبيده تفضلون، انتوا في منطقه الامان، عبد الرسول وسلمان ينتظرون معانا على اساس ان نتكلم معاهم ونتناقش عن اسباب اختيارهم. ايش رايكم شباب؟ ايش رايكم في متوقعين ولا مصدومين؟ لا عادي. رسول كل شيء متوقع عني صراحه. على العموم يعني هذه اختيار الأعضاء الفريق في الأخير، وهو يعني مثل ما يقول مو بالضرورة يكون صح 100%، بس ودي إن أنتوا أيضا تكلمون عن أنفسكم، تدافعون عن أنفسكم، يعني هل تعتقد إن هذه كان قرار خاطئ، قرار صحيح؟ صار مني بعض التصرفات الخاطئة، مو طبعاً إني إنسان كامل، طبعاً الكمال لله عز وجل. طبعاً إنسان مكامل، طبعاً فيني نقص صح، يعني سويته غلط، بس الحمد لله أن عندي فريق يعني وجهوني حق الطريق الصح، يعني هاي شيء أكون فخور فيهم أنا. يعني هل هم كونك أنت قائد الفريق يحملونك أسباب الخسارة في هالمهمة تعتقد؟ يعني صراحة يعني أنا صراحة أتحمل مسؤولية الفريق صح، إذا خسر أنا أقول صراحة أنا لازم أتحمل المسؤولية، يعني كقائد فريق يمكن أنا صح سويت شيء غلط صراحة، يعني أنا القائد الفريق يعني في شيء بشكل أخير يتحمل النتيجة. طبعا هو عمل جماعي لكن دائما القائد تكون مسؤوليته أكبر من الأعضاء الآخرين، وهذه أهنيك على هالروح. أيضا عبد الرسول، طبعا هاي الفريق اشتغلت فيها 6 مهمات وأنا متأكد أنهم ما اختاروني إلا هم شافوا شيء، طبعا يمكن شيء انا ما شفته، انا طبعا فيني اغلاط انسان طبيعي يعني، فانا متاكد ان قرارهم يعني كان في شيء يعني، فاكيد كلنا غلطنا واكيد ما في انسان يقدر يسوي كل شيء صح بروحه. على نهنيكم على هالروح الطيبه، اذا ممكن تنتظرون على اساس ان نتخذ القرار النهائي وبعدين نخبركم ان شاء الله. تفضل. عبد الرسول، سلمان، واحد منهم بغادرنا بعد الفاصل. النتيجة متقاربة، فهاي يمكن من المرات النادرة يعني أن يكون هناك في نتيجة متقاربة، فبالتالي يكون الاختيار صعب، لكن المشكلة أنه لازم نختار، وهذه مثل ما تعرفون هذه الشخص يخرج المسابقة في كل مرة، وبناء على تصويت أعضاء الفريق وبناء على أداء العضو في المهمة الأخيرة، للأسف اللي بيقادرنا في هالمهمة سلمان. عجيب. حلو. طبعاً إحنا بنتناقش وبنتكلم أكثر، فأنت عبد الرسول في المنطقة الآمنة تفضل وبنتكلم مع سلمان اكثر ان شاء الله. سلمان والله توحشني يا اخوي، توحشني. بس ودنا ان يعني نتكلم وياك، نقول لك بعض النقاط
اللي يعني ملاحظات من خلال هالمهمة. يمكن بعض الملاحظات في هالمهمة أن في أوقات الأعضاء ممكن يكونون في وضع يعني يحتاجون لمن يشجعهم، يحمسهم، يساعدهم أنهم يؤدون هذه مهمتك كقائد. يمكن هذه في بعض الأحيان افتقدت لهالصفة خلال المهمة. فأنت لما تشوف الأعضاء محتاجين لأحد أنه يشجعهم، يحمسهم، هني مهمة القائد، هني وقتك، فلابد أن أنت تكون موجود في ذاك الوقت. فيمكن هذه بشكل يعني مختصر أحد أهم الأسباب أتوقع هي اللي خلت الأعضاء يختارونك من بين العضوين. وأنت الآن دورك أيضا دافع عن نفسك. يعني صح، يعني صح كنت في اجتماعات شوي صعد قوسي رجعهم حق النقطة، يعني صح صعد شوي نروح شوي هلون حق النقاط بعدين نرجع. يعني كان عندي صح عندي متابعة بس فترة فترات صارني حال شوي يأس. صح اللي انت قلته صارني حالة اليأس لأن شوي من أنا كنت متدودة بس سمعت كلام من طلبة شوي دودهني شوي فما خلوني أركز فضعت شوي. يعني فما شاء الله يعني عندي فريق يعني أنا أشجعهم وهم يشجعوني في نفس الوقت ما شاء الله. يعني شيء ما تحصله في وهذه الميزة في العمل الجماعي. أكيد إن الكل يؤدي والكل يخدم والكل يعني يقدم المهارات اللي هي موجودة فيه. يعني يمكن عندك مهارات مو موجودة في الباقيين لا شيء يعني كل واحد يكمل الثاني. إيه كملنا الثاني يعني ممكن. حتى من أول اجتماع قلت لهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من البداية قلت لهم يعني أنا بكون مسؤول عنكم وتكون بعد مسؤول عني. صحيح. يعني إذا سويت غلط خبروني ما في مشكلة. في نفس الوقت إذا صار خطأ من صوبكم بخبركم. فصار عندنا هالشيء يعني كنا حلقة متكاملة الحمد لله. وهذه الروح اللي يعني إحنا ودنا إنها تكون موجودة لأن في ريادة الأعمال مثل ما قلنا ما نيأس. إذا مرينا بظروف صعبة نرد مرة ثانية نوقف. نحاول نوقف مثل ما قلت ونحاول مرة مرتين إلى أن ننجح. فإحنا نتمنى لك التوفيق سلمان، استأنسنا معاك وبالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. يعني حتى أنا كان لي أشوف الورقة يعني أقول شيء صعب. يعني إحنا أنجزنا عمل جميع يعني عمل حليو متكامل كلنا شلنا الثاني في نفس الوقت. يعني اشتغلنا بيد واحدة. أنا إنسان الحين فخور إن عندي ناس يعني ناس مميزين كنت أشتغل معاهم. برنامج المهمة يعني عرفني على ناس جدد كسبني خبرات. يعني حتى يعني حصلت الشيء اللي ما حصل يمكن من ناس ثانيين. يعني عرف شنو أخطائي. في الحلقة القادمة المهمة اليوم أصعب من المهمات السابقة، تدوير لمواد وبيعها للزبون اللي هو المستهدف الأخير. هاي كم ذي؟ كنت متخوف شخصياً أطالع النرخ أقعد ساعة أربع محل يومي 80 دينار؟ هاي برغي هلا أجيب مسمار. مشيت شفت الخمام من هني تأخذون الأغراض. بس 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 تخترب الحطبات. في وايد ناس أكثر بدويونا في هالمقر. اليوم بغادرونا للأسف شخصين. وقف عليها. صدق؟ والله وقف عليها. أخاف أكسرها. تحدينا الصعب بكل عزم وبس ولا صعب نوقف في وجه مانينا. تعثرنا ولكن ما هزمنا الياس. نجحنا وين ما حطت خطوينا. في بداع الفكر